قطود كده نقطة طبعا واحد وعيان لو مدخل بتنشي بوتي هذا عادي أو صعب ترينك حديكة وين الجلي شدتك وين الجلي دين عن لامو لفت هذا محاكو راي وين وين لامو إلا ماشي اللي لامو يالي اسكو حلك هذا مبتد وقرش السعودة بأتشلت وقتي اللي هلك لي هذا لامو وارا بسي نارا ماشي اللي لامو يالي لفت هذا وارا بسوار دياني مركز اسكو حلك وقتي هذا اسو واحد مودعيني هرتاق انتهاي ومعارم السياسة دايدا هرتاقيني يرجليا إن يتوبي عيقا غطوا وحياة وبدن يسكديش. دقالها وجب عقنا يعيان وحبنا نصاو عين. دم عيلك وانا هنا تاي. إن السامين كوية غطوا. بدعس. وحياة وحياة انكسو. فوز له وحياة عن بدعس إيوه بالمند. بدعكم تراشير تعيلو أو ما حبنا نتوعي إذا ماذا دجسو. هل كاسي مراكيب تمر أي بضع عسى حتى كم كنت رولك أنتو أين كده وامد عمي أمريكا جدد هدو؟ well نمشي الحديث معي وحكد عيان يعني يديو ودو يعني مارك تي سامين كوي أنتو أو يقيب كن قطور نبتجلي ده بطن عسي يوم عنكو راجع عنك عبيد تاسنا مد عسنا إيجيبت دجال بك إكدا وإيجيبت وحوارك تا إن يتوبي كحيرة بيه النيل حدنا أوفر يستطيعون تي باب المندب يو قناة السويس مركا مصر وحيلها هاي ناشنال اوف انترست يو بالبالينتا بقولي عفرت المليون او مصاريع وحيكو عرنتا هاي انا اندفاع عنو معوها قناة السويس يو باب المندب يو وبيغ النايل عرنتا هاسي مكانيكا تامركا حيساد وني السيئات كاتو دقالك عن كهذا لقوي مادو مصورة قلمتا هاي هذه أي بالمنت بعدين كي ما دان بروبلم يو بدن عصير وحنا شا فرسيني ومعنا كان كان عبيدة دي وهذه دبعتك كده ما هم مصر كلي عد كلي دبعتك كوكو كينيش يشوف يعني هذه كان ستعيدا سيجارة وما بيكسن كاري سو أقول راي مصر هذه وال هالوطن أي وحير أي سو جارة وحب الله يسعينا أي نقطو إن كوا كلامنا أي مارك دوات السوبر كا هذه دوات كنا عضو معناه كان كعمل هذا كنا عضي بتعس وتم فرق بينهم بين حكوا حيو معناه دوات السوبر جالس أنا ركوا قارن المن قنا يو حلي لها مصر كلية أوكي وحاجة هشيس هراء ولا جلين دولة إثيوبيا صوماليا حلقة فرماتشو إيو أفويركي هشيس كاسي هراء ولا جلين هي كان بحكم كل دوين واحد كل دوين كي انفورماتي ولا جلين اسمه ديل ترنيت عشان ان سي معنا دتشينا يا او مهمه دي يعني ان مو نتشري مركا ان حاله ابور يو كوردي كوم باي حاجه اها وكا مركا ان وحي سمان ديل ترنيت وحا ويان دولة الصومالية أنا واحد كاهي جونيور بارتنر بكاهي إسلامك كان سر رسمي يا ماينا يسود الترنين معنا وشيء ده يو دمعة إريتريا يوتوبيا لما يدو واحد يسود بيجي يسود عن توك سمعي بيسكت أوكي ده ضمن بقى وحيلين هشيس كصدح لو وطن هدا عجلان وصوماليا إريتريا إيو مصر لما لو وطن أكلت أجدوين بينهين صوماليا حتى أجد لا راي مصر وحي ربطها إنا إثيوبيا كل على هذه سو إنا وبيغ النيل أي كان نقطة بوحين تيسا هشيس رسمي أنا إلا قشو حتى مدى هشانا مصر وكبا حيسا هشيس كان صدح الجيسوت كا وكبا حيسا أفويركنا وحكاب سقبا إن إثيوبيا أي صورتو أي قبصتو دكدة عصب هدي بركة إثيوبيا أي ملك الأوجس التنا أو عصب عندها كتشي ديسو
afweerki waxa laga yaabaa inuu isna lugta la baxo soomaaliya ma la dhihi karaa markaasi si indha la'aana ayay beer miinaha u gashay ma la dhihi karaa mise waa tallaabo ay rabto inay ku badbaadiso dalkeeda iyo dadkeeda waxaan u malaynayaa in ay xaalada ay nabadgelyo iyo siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed iyo geopolitics ee geeska africa ka jira iyo gudaan adduunka inuu ku qasbiba moodaa dowladda soomaaliya inay meelwalba wax aragto sidaan hore usoo sheegayna waxa weeyaan iskaashiga masar iyo eritrea iyo soomaaliya waa mid dabiiciya isla markaana ay muddo ay deerayeen dowladihii ka hor marka hadda dowladdan farmaajo macnaha waxaan ujeeda xasan sheekh maxamuud ee hadda jooga waxay guranaysaa oon waxyaabihii dowladihii ka horreeyey ay beereen bay guranaysaa oon masarna teedi bay haysatay eritreana godoon bay ahayd mar horena way iskaashan lahayn hadda marka eritreana waxaa boodaa duqu inuu madaxa lasoo yaro kacay afoorka isla markaana isagii aabihii ay dee isu been guurayeen haddana ay dee si fiican isu waajeen tan kalena waxa weeyaan masarna waxaad moodaa saamayntii ay geeska ku lahayd africa iyo bariga dhexe labadaba inay muddada soomaaliya burbursanayd lafteedu aysa xaddaba ka maqnaydba marka soomaaliya waxaa la odhan karayaa haa waa dan ku qas dan baa ku qasabtay inay masar iyo turkiya meel walba wax cararto maantana dee waad aragtaa waxa diyaaradihi adduun iyo loo keenay kalena waxa weeyaan ahmiyadda ay geeska u leedahay adduunka dhulkan ay soomaalidu ku nool yihiin ayaa muhiimadeediiba hadda bilaabmaysa haddii xagga dhaqaale tahay iyo haddii ay xagga istraatiijiyadeed tahay marka wadan afrikaana wadamo afrikaana iyo wadamo yurub iyo kuwa carbeedona waxay noqonaysaa meel ugu tartama waa meel istraatiiji ayay ku taalaa soomaaliya meelaha adduunka ugu istraatiijisan bay ka mid tahay okay last question dadka badan soomaaliyeed badi dadka soomaaliyeed ama siyaasiin ahaadaan ama aqoonyahan ahaadaan waxay farta ku fiiqayaan oo leeyihiin masar 30 sano oo soomaaliya burbursanayd ama dowlad dhis ha ahaato ku meel gaar ama dowlad dhis ama loo sameynaya soomaaliya wadamada afrikaanku ay ciidamo nabad ilaalin usoo dirayeen ku dhimanayeen u dagaalamayeen etoobiya ay ciidamo oga dhinteen iyadoo nabad ilaalin u joogta 30 sano masar wax involve ah ama gacan kuma lahayn inay soomaaliya dib usoo kabato maanta markii ay soomaa etoobiya iyo masar ay isku dhaceen oo masar danaheedii iyo la farageliyey oo biyihii laga xidhanayo inay maanta intay soo toosto ay soomaaliya la samaysato xidhiidh waa mid khalad ay dadku leeyihiin waayo 30 sano xaggee ku maqneyd masar adu sidad u aragta arrintaas eedeymaha loo soo jeediyay masar maxaa ka jira waa qof iska shacbiga baa la odhan karaa qofka sidaa weyn waxyaa badan aan eegeyn soomaaliya sidaan usoo sheegnay waxa weeyaan dhowr arrimoodba meesha way ka baxeen oo wixii state structureka meesha uu ka baxay deep stateki wuu baabay diplomatic channelski iyo structureki jireen safaaraday waxyaa badana way burbureen marka wadan safaaradihiisii burburay wadan maxaa ku dhahay wasaaradihiisii burburay xidhiirka midda labaad dowlad dhiska iyo waxaan meesha ku jirana masar waxaan umaynayaa dowladda ugu horreeyey ee uu fakareeyey in lagu qabta bay ahayd oo hadda dowladdii cabdulqaasim shirarkii ku horreeyey qaar baa masar lagu qabanay koobii horeba jabadaada isu keenayay walow qaabkii loo agaasimayay waxaas uu maaragtay saluug badan ku jiray diblomaasiyiin fara badan iyo siyaasiyiin fara badanna dabcan waxa weeyaan wayba ku noolaayeen ama wayba ku xidhnaayeenba masar hase ahaatee waxaad moodaa waxaa isku soo hagaagay dumitaankii dowladdii soomaaliya iyo burburintii xisbil bacsigii la odhan jiray oo sidaynu ka warqabno xisbil bacsigi wuxuu ka talin jiray meesha la yidhaha ciraaq wuxuu ka talin jiray masar wuxuu ka talin jiray meesha la yidhaha suuriya wadamadaasuu ka talin jiray liibiya wadamadaasuu ka talin jiray marka xisbil bacsiga waxa weeyaan meeshii ugu adkayd oo waagaas dee ciraaq ahayd baa burbur ku dhacay qoladan kalena uu kusoo socday marka waxaa ka mid ahayd mudda labaad soomaaliya wadamo fara badan oo 7 ahayd oo qolada reer galbeedkii in la qaso ama la dundumiyaha ka mid ahayd oo ka mid ahayd soomaaliya ka mid ahayd iyo
العراق كمدة هاي سوريا كمدة هاي مش اللي إلى ليبيا ليبيا مركا ودمو تدوا هي سالو شيء كتير مركا واحد لورن كرا تدك وأركيوني لما صار يسكن مغري مصر إذا لفتي ده حسب يجي وينا ما أعرف ماشي كتير يد أنت هذا الحسوسا كرا بدي أنت ودمو دواي قاتين عريض تبين لنا عريض حسب بعد تجي ما ماشي الله كسره ولا بقولي شيء وقناه واتير وك عربي ستريم وك أما ما بتجي لورن كي أولين كي تدك أي معنا لوك ودمت عرب تاعي كم تاع يمن كم من هاي دي ليبيا يمن كم من هاي سوريا موريتانيا كم من هاي يمن كم من هاي مركا حزب البعث جا وحوي قارنا عرب ستريم كنا لوط وترو لوط وبي قارنا حلو وبي ستة وصار لوب تولو عراق كم من هاي صح مركا مصر يدي بعتي تري تو الله يا اسم البعدين يسمع الله isbeddel kii yimid markaas qoladii akhwaar muslimiinka ahayd ee timid iyo laftoodana iyagu ba ma aragtay godka laga soo saaray oo la doonayay inay madaxa la soo baxaan deedna madaxa laga guro baana sida dhacday masar sidii noognayna waxa weeyaan waxa inta badan dowladda dhex fadhiya ciidan iyo ciidan oo eka iyo ciidan cid ku tiirsan إذن كودو معها مصر محاكو رامل إذن مديد معها كوو جس أسكار وحركو حريصر وقرية وتكالية معها و big industries وحوية وشدة هدي نقطو هدي بيران نقطو هدي بنقيان نقطو إيه برهن قرأ يابو ها إيه قابو ودن كبيرن كيسا إيه قابو معنا والعاق يدقالي ورمري وخبر شيء iyo dhismayaal ba iyaga maartay de wax ay dawladda oo ay ay budget ay u qorto madaxa iyaga wax soo saaray sax marka ciidamadii ba markii dambe ay wax ku noqdeen baadan tii qaliibi guuno marka horan tii khilaaf ay ku yimaadeen meesha Soomaaliya marka qaabka ciidamada masar u dhisan yihiin ayaa mar laba ka saaray nin ina ciidamada mar walba dawladda ay gacanta ay ku hayaa Al-Sisina waxaad moodaa jeneraal de marka horeba كمل هاي بلان بي أو بلان سي إنه وطن كأيو جاميا أو كمل هذا آخر تان كي نتيجة وما شو كان تلوري ما كا مصر وح على وانا كرا سومالي الأرمين وح على ما خلي كو يدو تيدي تيدي بهاي ستي صح مال هاي تكلم عويا سومالي وح كل لها وتمدر الجبل كسيب مرايكن كيو كلا مركا يورو مرايكن وح عويا وح هو ها أنكر ستيد أما معنا خليل وحارق وها أفريقيا وها مجلس كأفريقيا وها دولة محنك ولا إثيوبيا ومركا أيضا أي قبستي كوه إن أدعو بمن دولة كل خليل فربنا الله إذا بيت كوي بيعرفه صح مركا دولة دي بيعرفه إثيوبيا أي مركا وحلا جو ويديني أما سب كونترات كوه زي أرما إن بتجلي يهرو مريء مارت مجلس كأفريقيا ما وحتى كان يلفتيد و سامين ميمد ساو بدن بما بين كل حين بحتى عريما أفريقيا يو يجيس كافريكا مرتا مون باقرال لغا صوت داك مركا سببتا محاكو لها يريتري قدون كلو كل يبي كمي داي سببتا محاكو لها جيبوتي بين كستو الله صوت بيكا اي يدونا محاكو لها وقادم يسيبا كمي داي لغو بين فاكتو لغو دبو كفا ايدي دون دي تو بي دون جيبوتي وحا دكرا سي الله ورمريي ترينك لور مريه ياك كرانسا السودان لفتي روح ويا باركين بكل شيء واتيل كرب ويا لا لا وطن لا كرب جاي مركا جيس كافي كاساس وقشرين مركا ماشي اللي لا سومالي دي بس كذي وحدي وحدي دولة وبنا حطنا هي عدو البار ما هاي بنا ما هاي وحسب كونترات كويس تي دولة دي توبية يوطن وطن وكرا وكيلا وحاسيرا محاكورا وطن كان الإمارات وكري marka suuudi go dhaqaale far badan ka haysta Soomaalida la saameyn ku yeeran kare laa looma ogolayn marka waxa weeyaan meesha wadamada jooga waa mashruuc bay ahayd dibliska Soomaalidu waa very complicated and waxa ay badan oo tijaabin in fact ka socdeen meesha naftiisa hadda aan tahay tiknoolajiyada waxa ay badan in aan Europe ka isticmaalin balaga isticmaali last 10 years oo hadda inaga nagu cusub meesha wiilaha Soomaalida laga isticmaali oo kamid tahay
معناها لعبت الموبايل كاي وحن ودن موبايل بيمنت يعني ايفريثين ها ورنتو وهوري معناها كاشل سوسايتي هاي موديل ما نقول سومالي ومركا من بروجكتس فايين نفتي كسر وهاوي تكرنا arimaha dalbiyeysadii lafteedina oo waa iska wa mashruucte cidii maartay saawo si yar faamaysa ee walow way dadka muruudayay iyo xanaa qoday ay ku raali gelinayaan moodiga iyo weynay arina iyagu leeyeen laakiin sidad bamba hadana waxa laga yaabaa inuu isticmaalayaa ama ugu tahay waa xaqiiq weyn ma dibadda laga fangareeyaa si toos ah looma fangareeyo laakiin waxaad oran karaysaa inay si dadban ay isugu yihiin isugu danaynaya وحقيقة عبد المصري تشمر وكذا ما نغيا ورئيس قا قيمة على النصيصي على كذا وربعية تلمان تي في أو ورئيس لا يرين تشمر شغبراهين أو أفريقيا سياسة الجيس كافريكا كرم مد آه وربعية تلمان تي في لمان تين أنت برنامج ورئيس متكلم لم ذا كل ما إنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناصر تشمر ناصر ناصر